প্রথম থেকে আবার শোনো أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أبصارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلون وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجونكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعملون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أشرط على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاق الرجون القديم لا الشمس ينبغي لأن تدرك ما الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في فلك المشحون وأغلقنا من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من مغمطين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لا يشاء الله وأطوما إن أنتم إلا في ضلال مبين
مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأتيهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تهوية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا نستم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنهم يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق على القول على الكافرين أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من مملوءات أيدينا أن آمن فهم لها مالكون وذل الله فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنما يسرون ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق كلام لزام ورميم كل هي الذي أنشأها مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بل هو على حق عليم إنما أمره إذا شاء يقول ويكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.